نتجه الآن إلى بوركينا فاسو، نستمع إلى تلاوة المتسابق جلبيوغو إبراهيم، نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم جلبيوغو إبراهيم من دولة بوركينا فاسو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إذن المتسابق جلبيوغو إبراهيم من بوركينا فاسو، تعليقكم شيخنا الكريم؟ بارك الله فيك أخي الكريم، وشكرا على هذا الجهد الذي بذلته في تعلم تلاوة القرآن الكريم بلغة غير لغتك. أسأل الله أن يتقبل منك، وبالمتابعة تتحسن التلاوة شيئا فشيئا. عندك ملاحظات إن تابعتها بهمة ستختفي إن شاء الله، لكن بدها متابعة وهمة. الموضوع الغنى الدائم أو شبه الدائم الذي أتكلم عنه دائما، لا تقول الرحمن الرحيم، لا تضغط على أنفك عند الراءات. الرحمن الرحيم، من الفم، ووزع الصوت بين الرائين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حرف له حق من الزمن، ما بيصير أنا أختصر الأمور وأقول الرحمن الرحيم هكذا أخطفها خطفا، هذا بده تدريب. القلقلة يا ابني لا تجعلها مائلة إلى الكسر. سبحانك، سو مضمومة، ب ساكنة مقلقلة، ح مفتوحة، من أين جاءت الكسرة؟ لماذا تقول سبحانك؟ لماذا؟ لعل أحدا علمك كذلك وهو غير صحيح. سبحانك وليس سبحانك. كمان فقد أخزيته، فقد أخزيته، أنت قلت فقد أخزيته، فقد، ما الذي كسر الدال؟ هل القلقلة كسر؟ ما صحيح، هذا العمل مو صحيح. فهمت علي؟ فتدرب عليه، وإن كان أحد يفعله فنبهه أن هذا غير صحيح. القيامة، ما بين الهاء لأنها في آخر الكلمة وهي أصلا حرف ضعيف، فإذا ما بيناها تخرج كأنها فتحة. القيامة، لا بدك تقول القيامة ما، فلا بد من بيان الهاء. في ملاحظات أخرى لكن يكفي هذا، بارك الله فيك.